في نفس اليوم الحزين اللي هو امبارح اللي توفى فيه البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في نفس اليوم كان في اجتماع لمجلس الشعب ومجلس الشورى لوضع الشكل العام اللي هيحصل لاختيار اللجنة 100 لوضع الدستور المصري. أحب أقول معلومة صغيرة جدا، إنه الجزء اللي فات المغنى كان شعر خاص بالبابا شنودة. هم وصلوا في مجلس الشعب والشورى إلى إنه يبقى في 50% من اللجنة أو 50 شخص من مجلس الشعب والشورى، هيبقى وضع اللجنة 100 هتكون 50 شخص من مجلس الشعب والشورى و50 من خارج المجلس. السؤال، هل يا ترى الحل اللي وصلوا له ده هيعبر عن كل طوائف الشعب المصري؟ هل المستقبل القريب جدا لوضع الدستور المصري اللي هنمشي بيه إن شاء الله لعدة سنين، هل ده في مصلحة مصر؟ أنا ما عنديش الإجابة، إنما هحاول مع ضيفي الأستاذ فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن إحنا نعرف الإجابة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. هستأذن سيادتك قبل ما نخش على موضوع لجنة 100 والاجتماع بتاع مجلس الشعب والشورى إمبارح. هستأذن سيادتك، عندي سؤال مهم جدا. البابا شنودة كان كمية الحب والمحبة اللي بينشرها، كمية الحكمة اللي كانت بتطلع من بقه في كل المواقف الصعبة والسهلة، كانت واحد من ضمن الأسباب لفتن الفتنة الطائفية أو ردع الفتنة الطائفية في مصر. يا ترى البابا اللي جاي هيكون عليه قد ايه مسؤولية من هذه من وجهة النظر دي؟ خليني اقول لك في الاول ان يعني الواحد بيعزي الشعب المصري كله لهذا المصاب الجلل، واحنا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نعينا الفقيد للامه كلها، وهناك اتجاه في الحزب لاعلان حداد لمده 3 ايام تبدا من النهارده بوقف كل الانشطه الحزبيه. وعايز اقول لك ان انا بشكل شخصي شرفت بلقاء البابا مرتين، كل مرة منهم كان لها دلالة يعني تؤكد كل المعاني اللي انت قلتها. مرة قابلته مع المرحوم غالي شكري المثقف الراحل، وكان حديثا في الثقافة، نعم يعني كان لقاء عنوانه هو ان احنا بنتكلم في الثقافة، بنتكلم في الشعر، بنتكلم في الكاريكاتير. بابا كان مهتم جدا رحمه الله بالكاريكاتير وكان محب للدعابة، وكان روحه مرحة، كان بيتابع الكاريكاتير في الصحافة. وده اللقاء الأول. اللقاء الثاني بعدها بسنوات قابلته أيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أيام ما شارون اقتحم المسجد الأقصى وانطلقت الانتفاضة الفلسطينية، تشكلت في مصر هنا كرد فعل لهذا حاجة اسمها اللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني. شرفت بأن أكون واحد من قيادتها. ففي الإطار ده شكلنا وفد ورحنا قابلنا البابا شنودة علشان يعني نطلب منه التضامن الكنيسة مع الشعب الفلسطيني. اللقاء بعد دقيقة واحدة بالظبط كان يطرح علينا عقد مؤتمر لنصرة الشعب الفلسطيني في قلب الكاتدرائية، نعم وحدد له موعد بعد 3 ايام. انا حتى ناقشت يومها انه هنعرف نعمل حج، قال لي خلي الحشد علينا. يعني اعتقد وفقا لما اذكره، يعني ويمكن ما اكونش دقيق، لكن اعتقد ان دي ربما كانت المرة الاولى اللي الكاتدرائية تفتح أبوابها لمؤتمر له طابع سياسي نعم لنصرة الشعب الفلسطيني، واخد بالك، وفي مناسبة من هذا النوع. طبعا يوم المؤتمر القاعة كانت ممتلئة، البابا شنودة بنفسه حضر، نعم ويعني حضرت كل قيادات الحركة الوطنية من مختلف الأحزاب. ده يؤكد يعني شخصية البابا، رجل مثقف، رجل كان مع الحق العربي
والفلسطيني ومع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. راجل كان مع خيارات الشعب المصري والشعوب العربية نعم بشكل واضح ده وجذري، صحيح وده صحيح. وفي نفس الوقت هو كان لديه من الحكمة نعم والتسامح ما يعني أنقذ هذه البلاد من يعني من مخاطر كبيرة. نعم يعني غاية ما نتمناه أن يكون البابا القادم بإذن الله نعم لديه نفس هذا القدر من الثقافة، لديه نفس هذا القدر من الحكمة، لديه نفس هذا القدر من حب الوطن. وأعتقد بإذن الله أن ربنا يعني إيه هيستجيب لهذا الدعاء وهذه الأمنيات، لأنه هذا عهدنا بالكنيسة المصرية وهذا عهدنا بأبناء الكنيسة المصرية وبقادة الكنيسة المصرية. هذه مؤسسة قبل أن تكون مؤسسة دينية تتعلق بالمسيحيين، هذه مؤسسة مصرية تخصنا جميعا. البابا شنودة يعني قبل ما يكون مواطن مسيحي هو مواطن مصري، والقائد الجاي للكنيسة والبابا القادم للكنيسة هو بالتأكيد هيكون أهل لمسؤوليات جسيمة. يعني احنا بنقول ان فترة الأربعين سنة اللي فاتوا كانوا صعبين جدا، نعم عصر السادات بأكمله وعصر مبارك بأكمله، ربما تكون الفترة القادمة أكثر صعوبة. نعم احنا في مرحلة تحول كبير جدا. بدون قطع كلام حضرتك، انا كثير من الناس في الشارع المصري دلوقتي بيقول لك انا مش قلقان على مين رئيس الجمهورية اللي جاي، انا قلقان على مين البابا اللي جاي. ويعني يعني خلينا نأمل خير ونقول ان يعني كلنا قلقانين، بس كلنا بنثق في الشعب المصري اللي هيختار رئيس جمهورية بإذن الله يكون قادر على الاطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقه، نعم وبإذن الله أيضا تختار الكنيسة الشخص المناسب لقيادة هذه المؤسسة الوطنية العريقة نعم. في هذه الفترة العصيبة عليه. مصر ليس وطنا نعيش فيه، ولكن بل وطن يعيش فينا. جملة طلعت من واحد، مش أي واحد، البابا شنودة، يعني ذو حكمة زي ما بقول، وذو نشر للمحبة في قلوب المصريين عموما، مسيحيين ومسلمين. وعرفت من المستشار بتاعه من شويه في الحلقه هنا ان هو كان بيساعد المسلمين مش بس الاباط، يعني الحب ونشر الحب. هل وجود او فقدان شخص زي كده في الوقت الحالي، هل ده مش هيأثر على تواجدنا كمصريين على الساحة الدولية؟ والله انا كويس انك انت سالت السؤال ده، سؤال مهم جدا، لان انا طول الوقت كانت الانظمه الفاسده والمستبده نعم بتتعامل مع اقباط المصريين خارج مصر وكانهم سلاح موجه ضد مصر، بينما هو الحكمه تقتضي ان نتعامل يعني اليهود اللي خارج اسرائيل بلكهم سند ودعم لاسرائيل، نعم اقباط مصر الموجودين خارج مصر يفترض ان يكونوا سند ودعم لمصر، والقول بغير ذلك هو يعني ليس عداء من دوله مستبده الى للاقباط، لكن عداء من هذه الدوله المستبده نفسها لكل الشعب المصري نعم سواء كان خارج مصر او داخل مصر. المفترض ان يعني يكون اقباط مصر وكل المصريين اللي موجودين في خارج مصر بمسلميهم ومسيحيهم سند ودعم لنا. يعني مفترض ان يكون في لوبي مصري مثلا موجود في امريكا بيضغط على الاداره الامريكيه عشان تلبيه المصالح المصريه مثلا. يعني الفرضيه دي بمقتضاها يصبح وجود الاقباط خارج مصر قوه كبيره لمصر، ويصبح الدور اللي ممكن تلعبه الكنيسه في هذا الصدد دور كبير. وانا اعتقد ان الكنيسه المصريه لعبت هذا الدور بدرجات مختلفه وفي حدود ما كان يمكن لها ان تلعبه في ظل وجود أنظمة مستبدة وفاسدة. نعم. لكن في الفترة الجاية مع وجود يعني ما نأمل فيه من نظام ديمقراطي أو حكم ديمقراطي في ظل مرحلة انتقالية، نأمل في أن تلعب الكنيسة المصرية وكل المؤسسات المصرية اللي لها يعني أنصار ومريدين ورعاية خارج البلاد أنهم يلعبوا دور في دعم مصر سياسيا واقتصاديا وكذا من خلال هذا الدور. وأنا في الاتجاه ده عايز اقول لك واقع برضو يمكن مش معروف على نطاق واسع، الوفد الشعبي المصري اللي راح اثيوبيا نعم مبكرا لعلنا نذكر
بقى عقب الثوره مباشره، ولعب دور في تحسين العلاقات المصريه الاثيوبيه ووقف المشروعات الخاصه بمياه النيل وكذا. فاكرينه هذا تمام. الوفد كان من بين يعني رموزه الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري لقوات الاجتماع. الدكتور محمد ابو الغار قبل ما يروح طلب موعد عاجل من البابا شنوده، وقابله، والواقعه دي ما اعرفش مولانا ولا لا، وقابله لبضع دقائق. يعني الدكتور ابو الغار بياكد لنا ان المقابله اللي كانت مع بابا شنوده دي كانت بضع دقائق، كانت من اهم المقابلات اللي هو عملها لتسهيل مهمه الوفد في اثيوبيا. يعني هو شخصيا بشويه خيوط اداها له البابا شنوده وعلاقات في اثيوبيا، لان احنا عارفين انه الكنيسه الاثيوبيه كانت جزء من الكنيسه المصريه في فتره سابقه، وللكنيسه المصريه علاقات قويه نعم. بالكنيسه الاثيوبيه. نعم. فهو اداله بعض الخيوط والاتصالات في اثيوبيا. بمقتضاها الدكتور محمد ابو الغار يعني بيقول ان دي كانت من اهم السكك اللي هو استند اليها في تحسين العلاقات عظيم. المصريه الاثيوبيه. عظيم. يعني عايز اقول انه مصر زي ما هي ليها وزن في المحيط العربي وليها وزن في المحيط الاسلامي، هي لها وزن ايضا في المحيط المسيحي، لانه الكنيسه المصريه لها امتدادات في اثيوبيا، لها امتدادات في اريتريا، نعم. لها امتدادات في السودان، لها امتدادات في اوروبا وامريكا واستراليا. يعني اصبحت يعني الاقباط ما همش مجرد موجودين في مصر، وبالتالي ممكن نعتبر، على فكره احنا برضو ده غايب عن الناس، احنا نعم. اكبر دوله مسيحيه في الشرق الاوسط وفي العالم العربي من حيث عدد السكان المسيحيين. عظيم. يعني احنا مش بس عندنا دايره عربيه واسلاميه وافريقيه ومتوسطيه، احنا عندنا كمان دايره مسيحيه. نعم. مصر بلد بوزن المسيحيين السكاني فيها عظيم. تعتبر دوله مؤثره في المحيط طيب. المسيحي. هستأذنك واستأذن مشاهدينا، الحزن طبعا جوه القلب، بس خلونا نتكلم بقى عن اللقاء اللي حصل امبارح لمجلس الشعب والشورى والقرار اللي وصلوا له بالاقتراع على انه يبقى 50% من مجلس الشعب والشورى و50% من خارج البرلمان ومجلس الشورى في وضع 100 شخص عشان يقعدوا يحطوا الدستور الجديد لمصر. هل الحل اللي وصلوا له ده هيعبر عن كل طوائف مصر؟ والله خليني اقول لك حاجتين. اولا احنا الاتجاه العام داخل القوى الوطنيه والديمقراطيه والمدنيه كان يميل الى تقليل يعني اعضاء هذه الجمعيه التاسيسيه من مجلس الشعب والشورى، وده كان له سبب ان احنا نوسع دائره المشاركه من كل طوائف الشعب، وبالتالي ندي يعني مساحه اكبر للمشاركين من غير المجلسين. وبالتالي كان في اقتراح بانه ما يبقاش ولا واحد من البرلمان، وده اقتراح يعني من البرلمانيين، وده اقتراح جذري قوي. وكان في اقتراحات بقى 20 طب 30 الى اخره. جم الاخوان في مرحله مبكره من النقاش وقالوا ان احنا يعني هنقول 40 من مجلسي الشعب والشورى و60 من بره. وانا كنت متصور انه بصرف النظر عن اي تفاصيل، انا مش عايز ارهق المشاهد بتفاصيل، انه اللياقه تقتضي يعني الرغبه في بناء توافق، وان المركب تمشي، وان احنا كلنا في مركب الوطن، وان احنا حريصين على بعض، ان اذا كان هم بيقولوا 40 واحنا بنقول 20 فممكن يحصل توافق، والناس تقول مثلا طب نرسي على 30 او حاجه مثلا. كنت متصور كده بصراحه. يعني كنت بطمن الناس وبقول انه بالتاكيد الاخوان المسلمين يعني نتيجة تجارب كثيرة جدا هيكون عندهم رغبة في بناء توافق، هيكون عندهم رغبة في تطمين القوى المختلفة بان هم راغبين في بناء دستور توافقي، وبالتالي نبني جمعية تأسيسية توافقية. نعم. وان هي مش هتفرق كتير بالنسبة للاخوان، لان سواء جه الناس من البرلمان او جه الناس من خارج البرلمان تمثيل الاخوان مش هيختل يعني. وهم موجودين جوه البرلمان وموجودين جوه بره البرلمان، موجودين في النقابات المهنية، يعني يقدروا يجوا من كذا حتة، مش دي المشكلة. بس هي المشكلة رسالة التطمين المشتركة، ان احنا ان القوى الديمقراطيه والمدنيه بتقول مثلا بكتير 20% وهم بيقولوا 40% فنوصل ل 30%. الشيء الصادم ان الاخوان يعني ايه حتى لا يتعهدوا بما يعلنوه. يعني انت بتعلن 40 ومفترض انك بتعلن 40 وتتفاوض،
فتوصل لما هو اقل. لكن ان تعلن 40 وتوصل ل 50 دي جديده، يعني دي ما حصلتش قبل كده. يعني انا مندهش جدا من الفكره. وبعدين انت بتقول ان ده نتيجه توافق، عشان في ناس ثانيه كانت قايله 60، ولماذا كان يتوجب عليك ان تتوافق مع اللي بيقولوا 60؟ ليه ما توافقتش مع اللي بيقولوا 20؟ انا اسف عشان وقتي هيخلص، ما سوف يترتب على هذا القرار؟ قلق، مزيد من القلق. كان الناس عندها مخاوف من ان لا نصل الى دستور توافقي، ان يكون هناك منطق فرض الاراده. اول خطوه في هذا الموضوع هي بناء الجمعيه التاسيسيه. بناء الجمعيه التاسيسيه يبنى بالتوافق، يبقى انا بطمئن لان بناء الدستور هيتم بالتوافق. لما الجمعيه التاسيسيه لا تتم بالتوافق، تتم بفرض الاراده، تتم بالتوافق مع السلفيين مش مع القوى الديمقراطيه والمدنيه، انت بتختار تتوافق مع السلفيين في بناء الجمعيه التاسيسيه، اذا انت ستختار بناء توافق مع السلفيين في كتابه الدستور نفسه. وهذا امر في منتهى الخطوره، لانك انت والسلفيين الاخوان والسلفيين مفترض ان هم تيار واحد، عليه ان يتوافق مع التيار الديمقراطي المدني بتلوينه المختلفه. لان التيار الديمقراطي المدني مش حاجه واحده، ده ليبراليين ويساريين وديمقراطيين اجتماعيين وقوميين وناصريين، والتيار الاسلامي السياسي برضه ممكن يبقى فيه سلفيين واخوان فالمفروض ان التيارين دول كانوا يتوافقوا في بناء الجمعيه التاسيسيه، عشان ده يطمن الناس، لان احنا بصدد التوافق حول الدستور. التخوفات اللي كانت موجوده بصراحه حول ان احنا بصدد دستور غير توافقي سيكتب بمنطق فرض الاراده، ربما تتاكد هذه المخاوف بالطريقه اللي تم تشكيل الجمعيه التاسيسيه بيها. انا بقول ده بكل اسف، والاخوان انا مش قادر اتصور يعني كيف سمح قاده الاخوان يعني باشعال هذا القدر من المخاوف مره اخرى. يعني اللحظه دي بتذكرني بلحظه جمعه مش عارف كام سبعه اللي عرفت بعد ذلك بجمعه قندهار. كنا نتفاوض طوال ليالي طويله حوالين هننزل يوم جمعه نرفع شعارات المشتركه، محدش يرفع شعاراته، محدش يتكلم عن شعاراته. نزلنا لقينا اعلام مصر تتوارى واعلام اخرى ترفع وشعارات الدوله الدينيه تسود الميدان، وانسحبنا من الميدان مبكرا، واعتبرنا ان هناك تراجع عما وعد به الاخوان. النهارده نفس القصه، بيتكلموا عن 40 وانا متصور ان المفاوضات هتوصل ل 30، فاللي بيقول 40 وصلها ل 50. يعني انا طيب انا عشان مخرجه بتقول لي او مخرج بيقول لي انه خلاص وقتي خلص، عندي سؤال صغير باجابه سريعه جدا بعد اذنك. اتفضل. بنسمع في الجرايد انه شباب الاخوان عايزين يرشحوا رئيس جمهوريه من طرف غير القيادات الاخوان المسلمين، فيقول لك دول خارجين، وازاي ان هم ما بيطيعوش سمعا وطاعه للاخوان المسلمين. نظريه السمع والطاعه، هل تفتكر ان هم من دلوقتي عايزين يفهمونا ان احنا لازم يبقى في سمع وطاعه؟ طبعا هو يعني منطق فرض الإرادة هو المنطق السائد عند الإخوان. معظم يعني المبادئ العامة للإخوان تتعلق برفض الحوار، رفض الجدل، التأكيد مبادئ السمع والطاعة وكذا. يعني دي يعني الإخوان تنظيم يبنى على السمع والطاعة وعدم الحوار الداخلي، وهذه أمور خطيرة. وإذا تم فرق يعني أنت حر تفرضها على الحزب بتاعك، انت حر. نعم. دخول الحزب مساله اختياريه. عظيم. لكن تفرضها على المجتمع دي مساله في منتهى. استاذ فريد زهران، عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. منورتنا. الله يحفظك. خالص العزاء لكل المصريين في وفاه البابا شنوده، عزاء مني وخالص العزاء من فريق عمل وزملائي في نهارك سعيد ونايل لايف والإعلام المصري كله، بينعي وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. نهاركم إن شاء الله يبقى بكرة سعيد.